مساء الفل، اقوى مساء على البشريه. بتوحشوني والله من اول امبارح للنهارده، يعني حقيقي يعني مش كلام والله العظيم. طبعا البشريه اللي كانت متحمسه الليجاسي طايره دلوقتي. ايوه حبيبي، عايزك تفضل متحمس كده للي جاي. انت عليك تطلب وانا عليا الاختيار. مش عارف يعني كل حلقه هقعد اتكلم في القصه دي كل شويه، مش فاهم الكلام، مش واضح. ايه عاملها لك راب؟ مش فاهم. سكريتشاي على الدي جي مش كده؟ بقول لك يا بني ادم شغال لوحدي وانت لا تعلم ما وراء الكواليس، اذا لا تعرضها ارجوك. ايه ده؟ تمام، ايه ده؟ وسيب لي عجله القياده دي بتاعت انا، ما تحسسنيش ان انا شغال عندك يعني، ولو ما اشتغلتش كويس هتقطع عني المصروف يعني. مش كده مش كده، لاحظ ان ده برنامجي فاهم يعني، بتاعنا والله العظيم، انا اللي بعمله وانا اللي بقدمه وانا اللي بخلصه وانا اللي بفنشه، فمفيش حد تاني بيتدخل فيه. انت جمهور على راسي من فوق، اقسم بالله اتقل لغايه اما دور اللي انت نفسك تتفرج عليه عندي هنا يجي، هيجي والله العظيم ما تقلقش. والاخر مره هقولها، كله بوقته يعني. عندك البشريه اللي كانت طالبه ليجاسي، عارف التراك بتاع النهارده ده من شهر كام؟ من شهر 8، متخيل؟ وشهر 8 ده غالبا انا تعبت فيه غالبا يعني، والتراك ده كان مطلوب جدا والناس عايزاه برضه، ولكن عقبال ما الواحد الحمد لله استرد صحته يعني، كان التراك عدى وفات ونزل جديد. بس دلوقتي بناخد شويه من القديم، ايه المشكله؟ هنرجع يا سيدي للجديد، ليه وقته؟ ما تبقاش ضيق، ما تضيقوش علينا والنبي يا اخوانا، الله يبارك لكم يعني. تمام، عشان نكمل مع بعض كده مبسوطين، كلام واضح؟ ارفع ايدك لو عندك اي سؤال، بس خلاص نزل ايدك عشان مش هاخد اي اسئله، كفايه انا جاوبت على كل حاجه واضحه يعني. معانا تراك للليجاسي اسمه تاني، فاحنا هنسمع تاني الليجاسي لتراك اسمه تاني، فخلينا نبدا من تاني ونروح نسمع تاني. يلا يلا. هايل هايل جدا، هايل جدا. اه منورين يا اخوانا والله. عايزك تبقى قاعد مبسوط كده وفارد وشك ماشي، افرد يا حبيبي وشك اللي هناك شايفك، اقسم بالله وهجيبك. فما تفتكرش انك لما توطي كده انا مش شايفك، لا شايفك. تمام، كلامي واضح؟ ابتسم. ايوه برافو، هايل جدا. ايه اللي بيحصل؟ ليجاسي تاني، وليجاسي على الانتاج، ودي نقطة انا قلت ان هي نقطة قوية بتديله بونس قوي فشخ ان هو يقوم بالعمل ككل من اوله لغاية اخره. ده حوار صايع وقوي فشخ الصراحة، وهو الاعتماد على النفس في كل شيء، مفيش احلى منه يا ابن الله. خدها حكمة كده في حياتك، ما تعتمدش غير على نفسك في كل اولوياتك، خدها كده قاعدة. تمام، فده مثال معانا يعني، هايل جدا. خلينا نسمع بقى ونشوف الانتاج عامل ازاي. اتمنى يبقى على نفس المستوى اللي انا سمعته قبل كده فاعلى، اتمنى. يلا ماشي، يلا. لما كتير الصحبة، كتير الصحبة دي بتغير من ايه؟ لو عدت اكسير دول جابوا العيد، محدش فيهم فاتنا بشيء، جوز فور كيف قد ايه دي هوبلس كيس، عبيني الادب بيسكتني بكنترول اس وسيف، مخبي كله في مخي زي المونوك، مش هنجيبه لو جبناه اكيد ده مش هيزيد سروره، اسمعه ما تشوفوش لما اكتئب وزوره، حبيبها دغري مش لازم تلف وتدوره، وانا بجري لوحدي جوه السنة دي شاكيني وانت يعني. بتعجبني طريقة الانتاج بتاعت ليجاسي بشكل مبالغ فيه، بجد عالي فشخ، واظن واضح للناس المستوى بتاع الرابر لما بيبقى عامل الانتاج بتاعه، بيبقى متمكن اكتر ازاي على البيت، وبيعرف يظبط الفلو عليه بالمسطرة، وده اللي عامله ليجاسي. ولو ركزنا شوية في الطيب بتاع المزيكا بتاع ليجاسي هتلاقيه دايما بيبقى رايح لللو فاي،
وطبعا هتسألني ايه هو اللوفاي. هقولك ان هو مؤخرا بقى بيقولوا عليه نوع مزيكا، مع ان هو في الاصل تردد، واللوفاي معروف ان الموسيقى بتبقى منخفضة الدقة بلو كواليتي اساسا يعني، فهم بيعتبروه عكس الدقة العالية، وده بدأ يتعرف في اواخر الثمانينات، وكان وقتها بيمثل نسبة كبيرة من الموسيقيين، خاصة في مزيكة البانك روك اللي هما من الاخر بيسجلوا على معدات رخيصة في البيت يعني. فنقدر نختصر تعريف اللوفاي اللي هو ينطبق على الناس اللي بتسجل على قدها بمعدات مش غالية، واللي ما عندهاش الامكانية ان هي تروح تدفع فلوس كتير في استوديو. فواحدة واحدة بقى له تعريف ومكان وخد مساحته كوصف، ونقدر نقول ان هو عرض مخصص للتسجيلات المنزلية زي الطيب اللي الليجسي بيعمله ده بالظبط. طبعا هتقولي ما كل الرابرز اغلبهم بيعملوا شغلهم في البيت. هقولك لا يا حبيبي، هقولك لا يا جنتل، اكيد في انسترومنتلز وافكس بتستخدم اثناء تنفيذ اللوفاي اكيد يعني، ومن اشهرها النويز اللي بيبقى موجود في التراك، اللي هو ساعات بتحس ان بيبقى في نويز اوريدي في التراك، ده غير ان التسجيل الصوتي بتاع الالات بيبقى بجوده رديئه جدا. فده باختصار اللوفاي. فعجبني الكورنر اللي ليجسي حاطط فيه نفسه، ده مميز فيه فشخ صراحه يعني، ده غير الليركس والفلو والرايم سكيم اللي انا سمعته. خلينا نشوف ايه اللي تقال. بيقولك لما كتير الصحبه كتير الصحبه، دي بتغير من ايه؟ عجبني الفلو فشخ الصراحه، واضح ان هو بيلقح على اللي حواليه ان هم بيغيروا منه، واضح كده. بعد كده قالك لو عاد تأثير دول جابوا العيد محدش فيهم فادني بشيء خالص يعني، مفيش حد في صحبته فاده بأي حاجة في اللي هو فيه حاليا يعني نهائي. وطبعا زي ما قلت في حلقة قبل كده، جابوا العيد دي معناها بالسعودي موقف غير محبب اطلاقا. فهنا بيقولك لو عاد تأثير دول جابوا العيد، يعني تأثير الصحبة كان في المواقف الغير محببة خالص، ده اللي خدوا منهم يعني. لغاية دلوقتي هتلاقي انترنال رايم قالك لما كتير الصحبة كتير الصحبة دي، فاهم بتغير من ايه؟ لو عاد تأثير دول جابوا العيد، ماشي انترنال رايمز حتى الان وعجباني الصراحة. لكن قالك محدش فيهم فادنا بشيء، فادنا بشيء هتلاقيه رايحة مع بتغير من ايه؟ نركز في الكلام. بص الاربع بارات دول حلوين فشخ. قالك جاست فور كيف، قد ايه دي هوبليس كيس، عيب ان الادب بيسكتني بكنترول اس وسيف، جامد فشخ كوصف وكرايم فشخ يعني. قالك جاست فور كيف على ان محدش فاده بشيء يعني، فاهم كان الموضوع كيف بس. بعد كده بيوصف لك ان الحاله دي قد ايه ان هي هوبليس كيس، حاله ميؤوس منها ملهاش حل. بعد كده نبذ عن اخلاقه بقى، بيقول لك عيبه ان الادب بيسكته عن الاشكال اللي شافها في حياته، وبيكنترول اس وبيسيف، يعلم على كل موقف بيحصل من الاشكال دي يعني. وطبعا مش محتاج اشرح كنترول اس يعني، فمعروفه يعني تمام. بعد كده بص البرده قال لك مخبي كله في مخي زي المون روك. المون روك ده المفروض يعني ان هو نوع من انواع لا سمح الله المرجوانا يعني، وتسمى بالاسم ده نسبه ان هو شكله شبه الصخور اللي على القمر، فمنها دبل مين، منها ان هو شبه الصخور على القمر، ومنها ان انت لما بتطلع على القمر برضه جنب الصخور اللي على القمر بالظبط، فاهم؟ بس بعد كده قال لك مش هنجيبه لو جبناه اكيد ده مش هيزيد سروره. مش عارف بقى يوصل طلعت المون روك ولا ايه، دي سكوره يعني ولا ايه مش عارف. بعد كده قال لك تسمعه ما تشوفوش لما اكتئابه يزوره. هو في ايه يا اخوان؟ في قال لك انت وبابلو قال مالكو، هو انا كل تراك هاخد جرعه اكتئاب؟ قال لك امشي مش كده. بعد كده قال لك حبيبها دغري مش لازم تلف الدور، غالبا يقصد الصحبه اللي تعرف اللي اتكلم عليها في اول التراك غالبا يعني. ده كده المقطع الاول. بالنسبه للازمه فانا ما حسيتش ان هو راح للازمه قوي يعني، غير لما قال لنا تاني 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 بس يعني، هنا انا عرفت ان في لازمه، فاهم ان هو بقى ايه كلام خلص، فبدا يرجع تاني 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 بس لطيفه مش وحشه يعني. قال لك بجري لوحدي جوه السبق، ماضي شكلني وانتهى، نفسي ما بقاش انا دايره على الدرمغه، من بره لؤلؤه ومن جوه تلقلقه، بيرمي على المثل اللي هو من بره الله الله ومن جوه يعلم الله يعني. اللي هو الناس مش زي ما انت شايفها يعني، في بلاوي زرقاء جوه. فبالاخر واضح كده ان هو بينصحنا ان احنا ما نحكمش على الناس غير لما نعرفها. تمام حاضر. مستوى التراك ومستوى الطبيعي، بس حاسس ان في احسن واقوى من كده عند ليجاسي، عالي بس في العادي مش عالي قوي. بس نكمل نكمل تلاقوا توك دلوقتي انا خارج النطاق، ولا عارف ابقى في كتو ولا عارف ابقى في الكرون، لسه مش فاهم النظام، لسه مش فاهم النظام، انا مع نفسي في الصدام، لسه بتعارك على الدور، وما اتعلمتش من اللي فات، انا ما اتعلمتش من اللي فات، اتعلم تحسيني كويس ما اتعلمتش انا شيء، لما اكتئابي انا انت باهي زي كده، انا بقينا نعم من غير الكتفات، ولا تبجيش دلوقتي فيش بوز، الدنيا بتجري واحنا في مرض، احنا اتكحرطنا جوه الورطه كله
فك نفسه منع في السرفايفل مود. ببعد عن الشر وبيغنيني، بجري من نفسي زي التورميني. اتمنى تكون قريني، اسبق من ليكويد انا في الطبخ بكل سريني. ولسه بجري لوحدي جوه السبع، ماضي شكلني وانتهى نفسي بقى زي ما انا. من جوه اطلع معاك وارجع تاني ونفس النقطة تاني بس. المزيكا حوار، انتاج عالي فشخ، يمكن الانتاج هو اللي معلي التراك شويه الصراحه، جامد فشخ رغم ان انا حاسس ان هو مستعجل يعني، بس هو تراك في الرايق. وفي ستوبايه في البيت عملها عجبتني فشخ. بالنسبه للفلو عندي تعليق واحد بس، محتاج ليجاسي ينوع شويه في الفلوز. انا عارف ان انت لايق في الحته دي فشخ وهي بتاعتك، بس مفيش مانع ان انت تجرب جديد برضو يعني، مفيش مانع حاول تشتغل على ده. غير البراد مش المستوى العالي قوي، بس الاداء محليا مع الانتاج بتحس ان في حاجه بتشيل حاجه. في ناس تانية ما شاء الله ولا ده بيشيلوا بعض، بتخرج بعد التراك فاضي فاهم، تشد السيفون على طول. فهنا ليجاسي تحس ان هو عامل البالانس رغم ان الانتاج هو اللي معلي التراك. خلينا نشوف البراد بتقول ايه. قال لك كنت لا اطاق، دلوقتي انا خارج النطاق. يعني برضو الرايم بتاع الراجل ده يكسب، يمكن تاني اقوى حاجه بعد الانتاج بجد يعني. عاش فشخ. وقال لك كنت لا اطاق، دلوقتي انا خارج النطاق، ولا عارف ابقى افوكاتو ولا عارف ابقى في الكورال. يعني ايه المطلوب؟ مش فاهم. المفروض افوكاتو دي فاكهه، هل انت تقصد افوكاتو؟ هي مكتوبه افوكاتو، هل انت قصدك افوكاتو بقى افوكاتو ولا تقصد حاجه تانيه؟ ها، في اعتقادي الشخص ان انت تقصد حاجه تانيه وهي ابو جاتو. ابو جاتو بالاسباني يعني محامي، ممكن يبقى هو خريج حقوق مثلا، بحيث ان هي تمشي على البر اللي بعته، اللي هو ولا عارف ابقى في الكورال، اللي هو مش عارف يبقى من بتوع المزيكا يعني بمزيكته اللي هو بيعملها، لكن ولا عارف تبقى افوكاتو دي. لا مش فاهم انت عايز تبقى افوكاتو ازاي الصراحه، مش فاهم، مش راكبه على الجمله. ويا ريت اللي عنده اي تفسير تاني يا ريت يقوله لنا. بس بعد كده قال لك لسه مش فاهم النظام، لسه مش فاهم النظام، انا مع نفسي في الصدام، لسه بنتعارك على الايجار، انا ماشي الرايم بالوزن. بيحاول يوصل لنا هو قد ايه مضطرب يعني، مش عارف هو رايح فين، مش عارف يبقى ايه، دي حيره كده مع النفس. بس وصلت لي تمام. شويه لوم بقى وبكاء على الماضي، وما اتعلمتش من اللي فات، انا ما اتعلمتش من اللي فات، مش هقولها تاني بقى. اتعلمت اذيني كويس، ما اتعلمتش النشان. لما اكتئابي قال انتباهي زاد يعني. طب نولع في نفسينا طيب اخواننا ولا ايه؟ مش عارف. انتوا كويسين يا جماعه؟ انا بدات اقلق عليكم والله العظيم، مش ممكن. ايه ليه جرعات الاكتئاب المكثفه دي يعني؟ الحلقه اللي فاتت بابلو ما شاء الله قام بالواجب، دلوقتي ليجاسي برضو موجب لازم، مش كده؟ بعد كده قال لك كبرنا بقينا نعوم من غير الكتفات، كتفات العوامه ولا مؤاخذه يعني بتاعت الاطفال لما بينزلوا البسين هم دول. فبيقول لك كبرنا بقينا نعوم من غير الكتفات، ولا ما تجيش دلوقتي فيش فوز. هنا عامل ستوباي في البيت صيع، عجبتني الصراحه. فقال لك ولا ما تجيش دلوقتي فيش فوز، الدنيا بتجري واحنا في ماراثون. هتقول لي ايه علاقه ماراثون بفوز؟ اقول لك ان هو قسمها في الفلو وخدها برضو بالوزن، فوز مع ماراثون فاهم. بس سمعيا تمشي، لكن بالشوف ما تمشيش، ودي القافيه المايله اللي انا قلت عليها، هتلاقيها حتى في اللي بعده. يقول لك احنا اتكحرتنا جوه الورطه، كله فك نفسه منهم، مفيش سرفايفل مود كده يعني فاهم. بس بعد كده قفل بشويه حكمه، قال لك ببعد عن الشر وبيغني له، رمى على المثل الشهير اللي هو ابعد عن الشر وغني له. بس هو هنا الشر هو اللي بيغني له، بيدل على قد ايه هو اشر من الشر يعني. حصل لنا الرعب يعني الصراحه. ابعد عن ليجاسي السعادي هينفجر في وشه، مفيش شر بيغني له لما الشر بيبعد عنه. تخيل بقى لما انت تقرب له هيعمل فيك ايه، مش محتاج اقول. بعد كده قال لك بجري من نفسي زي التوربيني، مش عارف ايه الفايده يعني. بس التوربيني ده كان مجرم مشهور في مصر، على حسب ما انا عارف ان هو اغتصب وقتل 32 طفل سنه 2007، واتحكم عليه في الاخر بالاعدام بعد مطاردات كتير من الحكومه يعني، وصلت لثلاث سنين غالبا. وهنا بيشبه نفسه ان هو بيجري زي التوربيني من الحكومه يعني. مش عارف ايه الفايده،
مش مثل خالص يعني نشبه نفسنا بيه، بس لا وحبش بقولك بجري من نفسي زي التوربيني، اتمنى تكون قريني، بسبوك من ليكويد انا اللي طبخه بجليسريني. طبعا ده وصف مفصل للفيب، معروف الفيب بتشتغل ازاي، ده الجليسرين اللي بيتحرق يعني. فبيقولك ان هو اللي طبخ الجليسرين ده، غالبا دليل على ان هو عامل كل حاجه بنفسه، بس في الاخر قالك ولسه بيجري لوحده جوه السبق يعني، ومادين شكله وانتهى وكده، الحاله ما يعلم بيها الا ربنا سعادتك يعني. الخلاصه مستوى التراك مش وحش، حلو بس في اقوى من كده بكتير عند ليجاسي. متشكرين للناس على الدعم، وانتظروا القادم ان شاء الله ما نتاخرش يعني، ولنا لقاء في اللي بعده. اللي بعده يا ابني، اللي بعده.